مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: متى يبدأ ألم الثدي بعد تلقيح البويضة؟ قد تمر المرأة بالعديد من التغيرات في جسمها بعد تلقيح البويضة، ومن أهمها هو ألم الثدي. والتلقيح يحدث عندما يندمج السائل مع البويضة، وتبدأ الخلايا المندمجة بالتكاثر بسرعة كبيرة، وتتحرك عبر إحدى قنوات فالوب إلى الرحم. وبمجرد دخول هذه الحزمة الصغيرة من الخلايا إلى الرحم وانغراسها بجداره، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات هرمون الحمل. عادة ما تشعر المرأة الحامل بهذه الآلام في الفترة ما بين الأسبوع الرابع والأسبوع السادس من الحمل، ويرجع هذا الألم نتيجة للتغيرات الهرمونية. فارتفاع مستوى هرمون الأستروجين والبروجسترون في الجسم سيؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الثديين. يمكن أن يحدث الألم في أحد الثديين أو كليهما، ويمكن أن يكون الألم ثابتاً أو أنه يأتي ويذهب. وقد يبدو ثدييك ثقيلان ومتورمان في بدايته، ويكونا حساسين للغاية عند اللمس، كما أن الحلمات تصبح طرية جدا عند لمسها، مما يسبب لك الألم خصوصا عندما تجف بعد الاستحمام أو عند ارتداء حمالات الصدر. إضافة إلى الشعور بألم أو وخز في الثدي، تلاحظ الحامل ظهور أعراض أخرى، منها تغير لون الحلمتين والهالة المحيطة بهما، إذ يميل لونهما للبني الغامق ويصبح حجمهما أكبر أيضاً. يبدأ حجم الثدي بالزيادة بمجرد حدوث الحمل، ويصاحب تضخم الثدي ظهور علامات تمدد وتشقق على الجلد، مما يؤدي للشعور بالحك أحياناً. كذلك ظهور أوردة على الثدي، ويحدث ذلك بسبب زيادة تدفق الدم في الجسم. أحياناً تلاحظ بعض السيدات ظهور كتل داخل أنسجة الثدي، وعادة ما تكون هذه الكتل حميدة لا تستوجب للقلق. إلى جانب ألم الثدي، ستشعرين ببعض الأعراض بعد تلقيح البويضة، ومن بينها نزيف الانغراس، وهو نزيف ليس ثقيل ويستمر لمدة يوم أو يومين. كذلك الشعور بالصداع والتعب والإرهاق، أيضا كثرة التبول، غثيان، تغير في درجة حرارة الجسم، والرغبة الشديدة في تناول الطعام. إن من أسباب ألم الثدي بعد التلقيح هو ارتفاع في مستوى هرمون البرولاكتين المحفز لإنتاج الحليب في الثدي، مما يشعرك بالثقل والألم والحساسية. ما عليك هو الابتعاد عن ارتداء الحمالات المحتوية على الأسلاك المعدنية، وارتدي حمالات الصدر القطنية أثناء النوم كي لا تشعري بالألم، واشتري حمالة صدر مناسبة لك فلا تكون ضيقة أو واسعة.